ولولاية ميلا مولاي عبد الوهاب يطلق عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2020 بالمزرعة النموذجية عميرة أحمد، حيث تم تهيئة كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح الموسم الفلاحي الذي تم تخصيصه أو تخصيص 700 هكتار للمحاصيل الزراعية الكبرى و51 هكتار للأغلاف أو للأعلاف أقول، بالإضافة إلى 150 هكتار تم تخصيصها للبقول الجوفة الاستهلاكية. ويقول الأعلاف أو بقول الأعلاف، تعطي لزميل عجاد الساسي. في نسبة الأزوت، في نسبة العالية تاع الفوسفور، لأن السريال في البداية تاعها باش دير الجذور تاعها تحتاج الفوسفور، لكن لكن الدراسة الحالية وجدوا باللي لو ستاف تاعها اليوم تم إعطاء التأشيرة لانطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2020-2021 من طرف السيد والي ولاية ميلا، حيث اليوم شاهدنا باللي كل الأجواء كانت منظمة، كانت يعني جد منسقة من طرف إدارة المؤسسة عميرة أحمد وكذلك السلطات المحلية. المساحة المخصصة للموسم 2020-2021 الخاصة لي غروند كولتور المحاصيل الكبرى تقدر ب 700 هكتار، المساحة الخاصة بالأعلاف تقدر ب 51 هكتار، المساحة الخاصة بالبقوليات الجافة منها الاستهلاكية وكذلك البقوليات الخاصة بالأعلاف تقدر ب 150 هكتار. ونطلبوا رب العالمين إن شاء الله يجعل هذا الموسم إن شاء الله خير من الموسم السابق.